ازيكم يا جماعة، فيديو جديد وحلقة جديدة. طبعا النهاردة معانا حلقة مهمة جدا، لأن النهاردة هنروض أقوى ديناصور في لعبة أرك، فأرك بقى بي سي أو أرك موبايل هو أقوى ديناصور وخلاص. فالنهاردة طبعا هيبقى ديناصور قوي بصراحة، فأنا قررت أنا أروضه مخصوص عشان إن احنا هنحارب البوس فايت الأخير في اللعبة. فإن أنا أروض ديناصور زي الجيجا يبقى معانا في البوس فايت هيبقى شيء مفيد جدا. فأول حاجة عشان المفروض نعرف نروض الجيجا، لأن الجيجا طبعا صعب إن احنا نروضه شوية، لأن أنا زي ما أنت شفت يعني في الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها ده مش كام يعني. كم؟ اوه اوبا ده وقع ربع الهيلث. ديناصور الجيجا ده لما ضرب التنانضم بتاعي كان نقص اصلا بتاع ربع هيلث ولا نصه، فديناصور قوي جدا كليفله يعني. فعشان نروضه اول حاجه عشان نعرف نروض الديناصور دوت محتاجين ان احنا نطور الاسهم بتاعتنا، يعني ما ينفعش التراكولايزر دارت ديت ما تنفعش بصراحه خالص، لانها هتبقى هناخد وقت كتير قوي عشان نروضه. ففي اسهم في هنا اسهم ثانيه او طلقات تانية احسن بتروض بيها الديناصور احسن، اللي هي التشوكنج ترانكولايزر دارت ديت احسن. بس ديت عشان نصنعها محتاجين البايوتوكسيكن دوت اللي هو بيجي من الاناديل اللي موجوده في البحر، هنحتاج طبعا نقتل الاناديل كتير عشان نعرف نجيب منه. فانا عايز اصنع الاسهم ديت عشان نعرف نقتل بيه الديناصور، والترانكولايزر دارت عشان نصنعها برضو لان الناس ما بتعرفش محتاجين ناركوتيك، والناركوتيك بيتصنع، والناركوتيك دوت طبعا بيتصنع في حاجه اسمها المورتر اند، يعني هي ديت اللي بنصنع فيها الناركوتيك. الناركوتيك طبعا عشان نصنعه محتاجين ناركو بيري وسبويلد ميت اللي هو لحم فاسد، ده سهل. الناركو بيري برضو سهله، لان احنا الناركو بيري اللي هو التوت الاسود اللي بنجمعه من الارضيه عادي، كل الناس بقت عارفاه تقريبا، اللي هو التوت دوت. التوت دوت طبعا بناخده نروح هنا نحطه اوقاته، خش على التانيه ديت بتاخد ايه تاني؟ بتاخد طيب لو عملنا كده مثلا 500 وجبناهم، بس هنصنع 126 من دوت ينفعونا بقى بعد كده. اذا كان صنع بيهم الترانكولايزر دارت، الترانكولايزر دارت موجوده في السميسي لو نزلنا تحت اهي هتلاقوا اهي الترانكولايزر دارت اهي. بتحتاج واحده رايفل امو، واحده رايفل يعني طلقه من الرايفل، وناركوتيك وحديد، فدي سهله انك تصنعها. وطبعا الرايفل امو برده بتتصنع من هنا لو طلعنا فوق هنا ايوه اهي. الرايفل ده بتحتاج جام باودر، والجام باودر برده سهل لانه بتصنع هنا برده. جام باودر هو ده، بتحتاج شاركول، السبارك باودر. السبارك باودر دوت طبعا بيستخدموه في الثلاجات برده، ده بيحتاج فلينت وستون، مش محتاج اقول اللي بيجي منين الفلينت والستون يعني خلاص احنا كده وصلنا لاول اللعبه. وبنحتاج شاركول اللي هو شاركول اللي بنجمعه من النار من هنا، لما بتحرق حاجات بيجمع شاركول. فبس كده يبقى احنا عملنا اول حاجه وجمعنا ترانكلايزر دارت، ماشي. دي الطريقه اللي احنا ايه جبنا ترانكلايزر دارت كده. طيب تعالوا بقى ندخل بقى للامو اللي بعده اللي هو ده، نرجع تاني هنا بقى محتاجين حاجه اسمها بايوتوكسين اللي هو ايه اللي هو حاجه بتيجي من الاناديل. لو قتلنا الاناديل بيجيب لنا البايوتوكسين دوت، ماشي. فعشان نقتل الاناديل محتاجين نروح فين بقى؟ محتاجين نروح البحر. عشان نروح البحر مشوار كبير بصراحه ان احنا نروح البحر، فهو مش مشوار يعني، هو الحر متعب انك تقتل الاناديل في البحر لانها بتقرفك. فانا عايز اصنع بدله الغوص ديت كلها كامله، وبعد ما نصنع بدله الغوص هات واحده طبعا هو دوت الاناديل، فلما تقتله هيجيب لك البايوتوكسين اللي احنا هنستخدمه في التشوكن ترانكلايزر دارت. فنرجع تاني بقى. طب يا جماعه انا رجعت لكم تاني بعد ما رحت جمعت البايوتوكسين اللي هو بتاع الاناديل. طبعا دلوقتي بقى هنروح نصنع الترانكلايزر دارت، او هي كان اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ تشوكن ترانكلايزر دارت ديت. ف ضمن كل ده نعمل تيرن اون، محتاجين هات كله. طيب هات كل اللي تقدر تصنعه، 16 حبه مش كتير، فانا هصنع منهم تاني وارجع لكم تاني. كده بقى انا صنعت حبه حلوين، ماشي. كده اكون صنعت 61، 61 طبعا كفايه جدا. ف ومعايا دولت، المفروض ان انا هحتاج ان انا اعمل تراب للجيجا عشان نعرف نروضه. فالجيجا محتاج تراب، يكون الجيجا برده محتاج له تراب جامد بصراحه، لانه ممكن ينفخنا فيها دي. طيب هو تاني حاجه هنحتاجها طبعا عشان التراب محتاجين نصنع الحاجات ديت، محتاجين برده نصنع تراب زي ده، بس مش هينفع دوت طبعا، لازم واحد حديد. والمفروض لو كتبنا تراب يطلع لنا في ديت، واظن هي ديت اللارج بيس تراب، هي ديت انا فاكر ايوه. انا ما اعرفش ليه مش عارف اصنعها، اظن انها ما بتتصنعش هنا ولا حتى هنا، شكلها هنا. كتبنا تراب صنع هنا، ادينا واحده. طيب هو انا المفروض صنعت بوابات بس حاسسها مش هتنفع، ولا حتى الحديد. الحديد لا مش هصنع حديد بصراحه، انا هصنع ستون. طب يا جماعه في غلطه حصلت، هو ما ينفعش تجيبوا البيبان ديت لان البيبان ديت صغيره، لازم نصنع البيبان الاكبر. فما تغلطيش غلطتي يعني قدام، انا اكتشفت الغلطه، لازم نصنع البيبان الاكبر من ديت والباب الاكبر، هنفهم بعد كده قدام. فهنحتاج طبعا ارجي لان ده اللي هنتحرك بيه، بس هنروح احنا بالارجي. بس اهم حاجه صحيح احنا رايحين التلج، فعشان نروح التلج محتاجين لبس يكون للتلج. طيب صحيح اهم حاجه ما تنساش التراب دوت هنحتاجه، انا كنت هنساه اصلا ولقيته بالحظ. هات لبس التلج ده. طب احنا كده لبسنا لبس التلج، والمفروض ان احنا نكون جاهزين. ده المفروض كل اللي احنا محتاجينه تقريبا، طبعا مش كل ده، الاناديل دي مش معاكم طبعا، مود انا ضايفه في اللعبه اللي هي السوبر ناركوتيك دي بتجوع ديناصور بسرعه، فاعرف اروضه اسرع، فدي مش ضروريه. طبعا ضروري ان احنا نجيب معانا لحمه، اكيد الجيجا بترد بلحمه او كبل، بس انا ايه مش عامل كبل بصراحه، ف
المفروض هنا في مفيش لحمه هنا، بس هروح اجيبها من هناك اصلا كده كده يعني. الديناصور ده ممكن ابقى اجمع بيه. دلوقتي هنتحرك على التلج، لما نروح التلج هناك لو لقيت ديناصور الجيجا هنبدا بقى الشرح. ماشي. طيب هو كان في جيجا اصلا كنت شايفه هنا ليفل 170، ف 170 ده حلو يعني قوي. طيب اول حاجه عشان نراضي الجيجا محتاجين ان احنا نبني التراب تحت هنا، فطبعا فاضي مكان دوت هنا دوت هنا. التصحيح المفروض ان انت تجيب ال بص هو في نوعين من الحيطان ديت، في الكبيره في الصغيره، فاللي انا جبتها ديت اكبر بكتير يعني، لو جينا نحطها هتلاقيها بحجم الجيجا او اكبر من دي بشكل كبير جدا، فهي لازم الكبيره مش ديت. فا اوعى تصنع ديت وتغلط نفس الغلطه بتاعتي، لازم تصنع ديت. هي المفروض تبقى اسمها هيوج جيت واي، بس انا مش عارف مالها كده، بس هي هو ده اسمها في النهايه. تعال بقى ايه، هندور على حته ثانيه نبني فيها التراب لان احنا اتلطشنا بصراحه في الاولاني. تعال نبدا اول بوابه اهي، ثاني بوابه اهي. عارف يدخل اصلا ما بين ديت؟ ينفع اشيلها اظن، ينفع اشيلها صح؟ اقول لك ينفع اشيلها بس باين اهو. طب هنحط تاني بوابه كده، تعال نكمل من هنا اهو. تاني بوابه اهي، عمر ما يعدي من بين الفتحه ديت. تالت بوابه برضه عمر ما يعدي من الفتحه ديت. انا عمال اقرب قوي اصلا. ايوه كده، خلي فيه مساحه كويسه. حط دوت برضه، حط ده دوت كده برضه. طيب حط التانيه ديت كده. ها هي المكان ده هيكفيه بقى وخلاص وانتوا ساكتين يعني. فا ايه، حط التراب دوت هنا، هو بيفتح لوحده سبحان الله يعني كده. هو ايه ده، هو كده الجيجا المفروض يدخل منين؟ مش فاهم. المفروض يدخل من الحته دي صح؟ هتكفي هتكفي هتكفي. يلا يلا تعالى يا عم الجيجا. وايه اللي جا ورايا ده؟ دوس رقم 9. بس لبس في التراب، لبس في التراب، لبس في التراب. الحق بقى، الحق 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 الحق. دوس رقم زيرو، حط دور مزنوق. هو عمره ما عارف يخرج صح؟ اللي من الفتحة دي لازم تتقفل. يا رب ما اموتش يا رب. انت غير قابل للخروج صح؟ انا بعمل جيجا بقى، عامل لي فيها جامد وبتقتل لي في كل الحيوانات. تعال بس نبعد بس الار جي، عامل لي فيها اقوى ديناصور وفي الاخر حبستك. تعال انت فين يا ابني؟ يا جماعه اهم حاجه وانتوا بتروضوه ان انت تفضل تضرب عليه، اوعى توقف ضرب. لو وقفت ضرب التوربار بتاعه هيرجع تاني زي ما هو في ثانيه، فعشان كده اهم حاجه انك تفضل تضرب فيه، ما تبطلش ابدا ضرب. فده اكتشاف يؤكد لك ان انت لازم تجيبش 50 زي ما انا كنت جايب. انا كنت جايب 50 او 55 مش فاكر. انت المفروض تصنع من ديت اصلا بتاع 60 70 مثلا، بس هتكفي هيكفي. بس انا جايب معايا ترانكولايزر دارت زياده عشان لو حصلت ازمه. طيب وانا كده ما بقليش غير طلقه واحده ولسه باقي له حته بصراحه، فهنضطر نكمل على الترانكولايزر دارت. شوف التربار بيقل، بيزيد بس بطيء جدا، فهنعاني بقى معلش. طيب هي ديت كده اخر طلقه، المفروض ان ديت اخر طلقه وهينام وكده نكون نايمنا الجيجا. طيب اول حاجه بقى لازم نعملها بيجيب ايوه هو ده بيجيب برايم ميت، فبسرعه بسرعه بسرعه. ستة ما يكفيش، انا عايز اكتر. تعالى انت خمسه برضو ما يكفوش لسه. 22 هو اصلا عايز 22. تعالى نرجع له تاني بسرعه، في ماموس في الطريق اهو ولا لا؟ ما بيجيب ده، بس تعالى نقعد هنا بقى. اديله ديت واديله دولت. هتقعد بقى قد ايه؟ 22. طبعا انا نسيت اجيب السادل بتاعه بس هجيبه. طبعا هو ده التراب بصراحه. التراب غريب قوي. طيب وكده طبعا نكون روضنا الجيجا. تعالى بقى ناخدك بقى على البيت، شيء متعب جدا يا جدعان، مش طبيعي الجيجا ده. طيب هرجع البيت بقى وهرجع لكم تاني. طيب انا كده اكون رجعت تاني للبيت، ف الجيجا دوت هناك ان هو في الفضاء. اوف جبنا السادل، تعالى نركب له السادل. بس اوبا انا كده روضت الجيجا، حتى اخدت اتشيفمنت على اليمين، بس هو مش باين طبعا قدامكم، بس اخدت اتشيفمنت 740 اقوى من الارج بتاعي. تخيل الارج بتاعي ليفله كام؟ الارج بتاعي ليفله فين الارج؟ 793 ليفل بتاعه، فهو ليفله اصلا عالي جدا. والغريبه يعني 793 وده مش اقل من الجيجا، والجيجا اصلا ليفله 253 فاقل منه بكتير. اشحال بقى لو بقى 700؟ يبقى ده مش عالي جدا.
طب يا جماعه كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ولو عجبكم الشرح يعني تقولوا لي تحت في الكومنتات، ولو مش شايف في القناه اشترك، ويا ريت تضغط زر لايك، ومع السلامه.